وجودنا هنا شرف مقدس لحماية الأسرة، لحماية الطفولة، لحماية الإنسان العراقي ضد تحويل العراق إلى قندهار ثانية، إلى هيمنة السياسات الأقليمية، إخضاع المدنية في العراق وانتهاك حرمة القضاء العراقي، القضاء العراقي المشرف الذي نحيا في ظله منذ 65 عاما في ظل قانون الأحوال الشخصية النافذ. اسمحوا لي أقرأ مذكرة احتجاج مدينة السليمانية الذي خرج مرارا وتكرارا للدفاع عن هذا القانون في تجمع كبير جماهيري من شبكات ومنظمات وشخصيات وبرلمانيين في دعم وإسناد لتحالف الأم في بغداد. يا داشتي نار زايتي تحالفي ست وهشت أو هشت لشاري سليماني وبو بغداد بو راي دشتي بو بريزان أنجمني نيوداراني عراق حزب السياسي كاني هرمي كردستان وعراق نردو أجانسة نتوية قرتوة كان لعراق سر جمري خلاوة كان يجيان من أخوه كان دا كوتي كان كان لما فكاني من دالو جنان إما وقت جماريك لرخرا وطول وبركري كان لما فكاني مروف وما فكاني من نال لجنان لهريمي كردستان نارزاوتي خمان دارا بني سبالة بكيشن ياري همواري يا سايباري كزيتي جمارة سطو هشتا وهشتي صال يزار الوسط وفن جاونو لواجي بالسدوي حوتي دوزار بستوشوار بيشكاش كراو لواجي تواري هشت صالي دوزار بستوشوار خير نوية كمي بوكرا يا سايباري كسيتي لا عراق ميزيكي 64 سالة كاري في الدكريت لكو مرقاي عراق ودادقا كان ام بيشني على ستافا يا سايباري كسيتي عراق هل دوشي بيطوا كارو باري خيزان وجنان وهمو تاكيكي كو مرقا بهمو وردكاري كان يوا لدادقا كان ودقاليت وبو مذهب كان وطايفة كان جار نسي من دام وجنان دسبيريت بتاريكي ونادياري ام پیش نیاره سرافانه یکسانی پیش یکردنی ما فکانی جنان و جیگاری کایی فگری و قل کردنوی مذهب گرایی و لیکترازانی خوی کمالگا به دوی خوی داده هیرین پیوی ایم الیره و دعوه کارین بزوترین کات انجومنی نیناری عراق ام پیش نیاره را بگریتو پسندی لکات تحالفی ست و هشت و هشت اسلامانی پیکات و لجماره لطور و گروپ و رخرا و دا کوچی کاری تساری اکادیمی و رجنامه نوز ملخص المذكرة الاحتجاجية اللي ألقيتها باللغة الكردية هي تعبير عن واقع الحال اللي يمر بها المجتمع العراقي. احنا كمنظمات مدنية وكشخصيات وكحقوقيين في السليماني وكذلك في بغداد وبقية المحافظة نقف صفا واحدا، نحتج نشجر ندين بكل ما لدينا من الإرادة وقدرة بوجه القوى الظلامية التي تريد تمزيق الكيان الإنساني العراقي، الطفل العراقي، الطفل، المرأة بكل محافظات العراق. وهذا الخطر سوف ينبعث من بغداد ولكن تصل شرارته إلى كل بقاع العراق وإلى أقليم كردستان. ولهذا وجودنا هنا حماية وحفاظا على قانون الأحوال الشخصية العراقية التي يعتبر رابع أفضل قانون أحوال شخصية في الوطن العربي والمنطقة العربية. ودمتم للنضال وطابت نضالكم. لا بوتادين لا لا بوتادين لا لا بوتادين لا لا بوتادين لا لا بوتادين. شكرا. تعديل القانون. باطل. تعديل القانون.